بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. وهكذا يا إخوان، إسلامنا يطلب منا الدعوة. إذا كان عند الإنسان شيء من العلم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فأول ما بدأ به أبو بكر بدأ يساعد الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله عز وجل، ولذلك كان له أثر عظيم في كثير من المسلمين الذين هداهم الله على يديه. عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه يكنى بأبي عبد الله ويكنى بأبي عمر ويلقب بذي النورين. لماذا يلقب عثمان بن عفان بذي النورين؟ ايوه، لانه تزوج ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، رقيه، وماتت عنده، ثم زوجه الرسول عليه الصلاه والسلام ام كلثوم، ولذلك سمي ذو النورين رضي الله عنه وارضاه. عثمان بن عفان اسلم على يد من؟ على يد ابي بكر. ابو بكر هو الذي اثر عليه وكان سبب، ولذلك قلنا المسلم يا اخوان لا بد ان يعمل الاسباب، لا بد ان يعمل. ما يجلس في بيته ويقول ربي يرزقني، ما يترك الزواج ويقول ربي أتيني بولد، لا بد أن يبذل الأسباب، لأن الله جعل لكل شيء سبب، كل شيء جعل الله له سبب. فأبو بكر أيضا له أجر عظيم، لأنه دعا إلى الله وأسلم مجموعة من كبار قريش، منهم عثمان بن عفان ومنهم الزبير ابن العوام ابن خويلد يكنى بأبي عبد الله، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمته صفية بنت عبد المطلب، وأيضا عبد الرحمن بن عوف أسلم على يد أبي بكر، سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص وهو والد سعد، مالك ابن أهيب ابن عبد مناف القرشي، خال الرسول صلى الله عليه وسلم، خال الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ جد سعد أهيب عم آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سعد هذا رجل يرمي، يصيب السهام، إذا رمى يصيب، ولذلك كان يعتز به الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول من كان له خال فهذا خالي يصيب، ولذلك طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يكون مجاب الدعوة. قال يا رسول الله أنا أريد أن الله يستجيب دعوتي، فرب الرسول عليه الصلاة والسلام قال أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، كل حلال. ولذلك كان يأكل الحلال وربنا يجعل دعوته مستجابة، ولذلك كانوا يقولون احذروا دعوة سعد، فرضي الله عن سعد وأرضاه. وأيضا من الذين أسلموا على يدي أبي بكر طلحة ابن عبيد الله، يعني مجموعة من كبار قريش هداهم الله سبحانه وتعالى على يد أبي بكر، أيضا يضاف إليهم علي وزيد وأبو بكر، يعني يصبحون ثمانية أنفار، علي وزيد وأبو بكر، هؤلاء قبل إسلام هؤلاء الخمسة أسلموا على يد أبي بكر، ثم قبلهم خديجة رضي الله عنها.